فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم من الضلالات ومن الفتن ومن فتن هذا الزمان وكل زمان. ثم أما بعد، فنعود إلى قول الله جل وعلا: نستأنف الحديث مما أورده سبحانه وتعالى من كلامه الكريم الحكيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد لا بإذن ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إلى آخر الآية. والنص كما تبين فيه سعة وفيه شمول، ونقف عليه جزءا جزءا. سبقت حلقة من هذه الآيات المتعلقة بالسحر وبالمصدرية التي وقعت فيها بني إسرائيل تحريفا وتبديلا وتغييرا، أنهم استبدلوا المصدرية الشيطانية بالمصدرية الإلهية الربانية. استبدلوا المصدرية الشيطانية بالمصدرية الربانية الرحمانية. هذه بغيت نوضحها من الناحية النحوية اللي عندهم غبش فيها. معروف في العربية أنه لما تستعمل استبدال شيئا بشيء أن هذيك اللي طارت مشات هي اللي دخلت عليها الباء. يعني شحال واحد دابا يعني وقعت بعد من قبل، يعني لما نقول مثلا استبدلوا المصدرية الشيطانية بالمصدرية الرحمانية، هذيك بي كتدل على أن المصدرية الرحمانية الربانية هي اللي مشات بحالها، وشدوا هما المصدرية الشيطانية كما قال الله جل وعلا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني ذاك بالذي هو خير مشى سمحوا فيه وشدوا الذي هو أدنى. فكذلك ها هنا، يعني هذا غير من باب البيان لأنه باش ما يوقع شيء غباش. فبنو إسرائيل إذن سمحوا في الخير، سمحوا في الخير وشدوا في الشر. استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا المصدر الشيطاني بالمصدر الرباني. يعني سمحوا في المصدر الرباني وما بغاوش وشدوا في المصدر الشيطاني، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني هذا بيناه قبل، نلخصه تلخيصا موجزا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جابهم من عند الله، من عند الله، وجاب لهم المصدرية القرآنية الربانية بالقرآن، وجاء يصدق التوراة والإنجيل، تركوا ذلك كله وأخذوا ما جاءت به الشياطين، بل اتبعوا. والاتباع ذكرنا قبله دال على الطاعة والاتباع بالرغبة وبالتلقاء، ماشي نبزز عليهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والطريقة باش تعملوا مع كتاب الله هي طريقة النبذ. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نقف اليوم بحول الله عند قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. وفي هذه الآية وقعت مزالق لكثير من الناس فهما وتدبرا، نظرا لأنهم يعني وقع لهم غبش أولا في مفهوم السحر. في مفهوم السحر، شكون هو السحر؟ وبعضهم أعطاه قدرات وإمكانات ليست له، وبعضهم نسبه
إلى الله أو إلى الملائكة سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير ولا يصح. وبعضهم نسبه إلى سليمان، وما زال في الأسطورة الشعبية، والقرآن هو كينقضها بنصه الصريح، ما زال في الأسطورة الشعبية عند الناس كيقولوا خاتم سيدنا سليمان. هذه الفكرة ديال اليهود، هذيك خاتم سيدنا سليمان يقولوها الناس، فكرة ديال اليهود وما زال الناس كيروجوها على أنه سيدنا سليمان كان عنده شي خاتم ديال الحكمة كيحكم به وكدام إلى آخره. هذه كلها خرافات ما أنزل الله به من سلطان، لأنه من اللي الله سبحانه وتعالى ذكر عبده سليمان في القرآن الكريم وعده من الأنبياء. اليهود بدأوا يعلقوا على سيدنا محمد، قالوا ألا تعجبون من محمد يجعل سليمان من الأنبياء، والله ما كان نبيا إن كان إلا ساحرا. قالوا هما راه سليمان كان ساحر، كان شي نبي، مع أن السحر في الفكر اليهودي شي حاجة اللي مقبولة، يعني ما عندهم شو ما شي حاجة يعني منكرة أو محرمة. السحر عندهم شي حاجة مقبولة لأنه من عمل سلفهم كما يدعون وهو كذب باطل. ولذلك الناس اللي يعني خدموا بالسحر منذ مدة مبكرة في التاريخ ديال البشرية اليهود، لأنهم كانوا عايشين في بلاد الصحراء وهي بلاد الفراعنة. فراعنة معروف تاريخيا وكما هو منصوص عليه في القرآن الكريم، صحراء فرعون. ثم عاشوا اليهود في واحد الفترة مبكرة جدا من التاريخ ديالهم هما، لأنه بنو إسرائيل دخلوا مصر في زمان يوسف عليه السلام، أي في عصر أبيهم. إسرائيل شكون هو؟ هو سيدنا يعقوب، هو الجد ديال اليهود الأول، سيدنا يعقوب عليه السلام أبو الأسباط، 12 الابن المعروفين. فجاءوا من الشام واستوطنوا مصر من بعد ما ملك الله يوسف ملك مصر أو بعض ملك مصر، على الأقل يعني كانت عنده ما يسمى اليوم بوزارة المالية، كانت عند سيدنا يوسف. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنالك يعني فسدت حفدة بنو إسرائيل، حفدة بني إسرائيل فسدوا بسبب ما خالطوا المجتمع المصري القديم الذي كان يمارس السحر والشعوذة. فإذن اليهود من أقدم الشعوب ممارسة للسحر، فرغم أنه جاءهم الأنبياء والرسل تترى شي مراشي، ما استطعوش يتخلصوا من هذه العقدة ديال السحر، وهي مصدرية شيطانية قطعية كفرية. فزعموا أن ملك سليمان عليه السلام لما كانت فيه عجائب وغرائب خدمت فيه الشياطين والجن، معروف عفاريت الجن، فظنوا بأنهم يعني وهم منهم وتوهم أن سيدنا سليمان ملك هذاك الملك بالسحر، وهذا طبعا غير صحيح كما سيتبين من القرآن الكريم. وإنما الله عز وجل ملكه ما ملكه بسر أمره وعجيب قدرته الذي يقول لشيء يكون فيكون. فيعني الله سبحانه وتعالى سيعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير، سيعجزه يعني ملك سليمان وأمره أن يكون لهم من المخرقات والغرائب يعني ما ينسب إلى السحر، هذا غير معقول. وقد جعل أعظم من ذلك وأعجب يعني لآخرين، يعني بعض الأشياء كانت كما كانت يعني المخرقات والغرائب يعني والأعجيب في معجزة موسى عليه السلام في عصاه، معروف. فلذلك يعني الأعجيب والمعجزات الربانية إذا ظهرت على أنبيائه بيد أهله سبحانه وصلحائه فهي من أمر الله وسر تكوينه وتقديره، لأنه ربي تعالى هو مول السنن الكونية، قانون الجاذبية مولاه رب العالمين، ربي يخرقه. لأن الذي يملك سر الجاذبية يملك السر الذي ينقضها ويبطلها. وقد عرج برسوله من الأرض إلى السماء السابعة، فين هو الفضاء الأرضي أو الغلاف الجوي؟ السماء السابعة، يعني ما لا قدرة للعقل البشري على استحضاره ولو بالخيال ولا التخيل اللي كان تخيله دابا. راه الانسان كيتخيل كثير من الناس راه يتخيلوا دابا السماء السابعه، كيتخيل على قدر عقله، اما التخيل الحقيقي مستحيل على العقل البشري. علاش؟ لان يعني هذه المسافات دابا غير الفضاء ديالنا حنا،
اللي هو كيتسمى بطن السماء أو سماء الدنيا، يعده العلماء بملايين السنوات الضوئية. إيوا نقعدوا نتخيلوا حتى نموتوا تنتهي الأعمار ولا ينتهي الخيال. إذن مستحيل أن يجمع الإنسان بخياله ولو ما بيننا وبين السماء الدنيا، بلها أن يجمع ما بيننا وبين السماوات السبع، مستحيل. فرب العالمين هو ملشي مول الكون، قادر باش يصنع سبحانه وتعالى ما لا قدرة للعقل البشري، ماشي على تخيله بل على حتى مجرد تصوره، غير باش تفهموا مستحيل مستحيل. وهذا هو الإعجاز، أنا مش مثل معجزة. ما معنى المعجزة؟ يعني العقل كي يعجز عن إدراك الحقيقة، هذا معنى المعجزة. مش المعجزة زعما أنه الحاجة ما كتبانلوش، كتبانلو. هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج له الماء من بين صباعه، راه شافوه الصحابة، ولكن يفسروا العقل لا يستطيع. أي العقل يعجز عن تحليل ذلك وبيانه ماديا أو علميا بين قوسين. الماء منين جا؟ واش الماء ديال صحته خرج؟ صلى الله عليه وسلم حاشاه، يعني بلاد ما غيموت. وهذا الماء الذي نبع من بين أسبوعيه عليه الصلاة والسلام، صح بالحديث الصحيح أنه توضأ منه جيش كامل. شحال كان فيه؟ 12 ألف جندي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ من واحد سطيلة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيها يده، فجعل قال الصحابي روى الحديث: ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصبعيه أو أصابعه عليه الصلاة والسلام. واحد التابعي من التابعين قال له: كم كنتم؟ سكت في الأول، ثم قال له: لو كنا 100 ألف لكفانا، كنا 12 ألفا 12 ألف. فاتناش ألف فعلا يتوضوا بسطيلة واحدة، هذا مستحيل، مستحيل على العقل أن يدركه أو أن يفسره. ولكن العين تشوفه، تشوفه العين، فيدركه الإنسان بنظره إذا رأه، لكن أن يحلله أن يدرك طبيعته وحقيقته، هذا رب العالمين كيقول لك سبحانه وتعالى قادر باش يجعل من لا شيء شيئا. الذي يخلق الشيء من العدم، شكون اللي استطاع يقدر يتصور العدم؟ مجرد تصور يتخيل العدم شنو هو؟ مستحيل. العقل ديال بنادم غادي يتزربع يتشتت وما يتصور شيء العدم. والعدم ليس هو الفراغ، ماشي هو الصفر. الصفر وجود، الفراغ راه وجود، ضرب ونوع من انواع الوجود. اما العدم فلا قدره للعقل ان يتصوره، قدر الانسان يتصور هذاك يعني العدم، لا شيء، لا وجود، لا وجود، لا قدره للعقل البشري على ان يتصوره. ولذلك اذن يعني رب العالمين اللي كيدير هذا الشيء كله وفوق ذلك مما لا علم للانسان به، فين غادي تجي ملك سليمان؟ شنو هو ملك سليمان؟ يعني بالنسبه لملك الله وعظمته وقدرته لا يساوي ملك سليمان ولا قطرة من بحرين. فاليهود جاهم داك الشيء فوق الطاقة وقالوا هذا سحر، يعني فسروا ما هو أعلى بما هو أدنى، يعني مشوا للسحر في خطرة كاع. والله عز وجل نعى عليهم هذا الفهم المغرض. علاش فهموا هذا الفهم؟ قلت مغرض، يعني هما غير كيقلبوا على الطريق باش يدوزوا للسحر باش يوليوا سحرة، عافي. لأنهم امتهنوا هذه المهنة وشعت بينهم، ولا تزال إلى اليوم السحرة الكبار الآن في العالم يهود. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان. هم يقولوا سليمان ساحر، لا، ليس بساحر، تعبير القرآن عجيب جدا. السحر كفر، السحر كفر. منين كينا؟ من هذه الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. اشتهدك وما كفر سليمان، يمكن لك تفسرها بقولك وما سحر سليمان. عربية رفيعة جدا، والقرآن كلام الله جل وعلا كان أدق الكلام وأعلاه على الإطلاق. باش ما يطولش عليك الكلام يقول لك سليمان ما سحرش، لأنه إلى سحر غادي يكون كفر. في الضاف خطر واحدة قال وما كفر سليمان، بمعنى أنه ما سحرش، يعني أن السحر كفرون. وهذه الحقيقة التي أردت بيانها بحول الله اليوم، لا يكون الساحر ساحرا على الحقيقة إلا إذا كان كافرا. ما يمكنش الساحر يكون ساحر حقيقي إلا إذا كان كافر، لأن السحر صناعة الكفر.
السحر شنو هو؟ صناعة واحد الحرفة ديال الكفر، لا تقوم إلا بالكفر وعلى الكفر، خصموا لها يكفر خصو يدير واحد الخدمة فيها الكفر عاود جوج مرات. الساحر أول خدمة ديالو باش يبدأ باش يولي ساحر خصو يكفر بعدها، ها واحد. من بعد ما يكفر يبغي يطبق العمل السحري ديالو، خصو يبدأ يطبق أعمال كفرية، أعمال ديال الكفر خصو يخدمها، هذا يطلع له السحر ديالو. بغير هذا لا يكون ساحرا، كيكون ديك الساعة كذاب. هو الساحر كذاب، ولكن كيكون كذاب يعني أدنى منه كذاب، شحال من واحد يقول لك أنا ساحر وكندير وغير كيخربق، هو لا يحسن السحر ولا يعرفه. وكثير من الناس الحلايقية وداك الشيء ما كيعرفوا السحر منين جاهم كاع، لا يعرفونه، وخير لهم نيت، فهم في رتبة أدنى وهي رتبة سيئة، لأن رتبة ديال الشعوذة، هذيك هي الشعوذة الحقيقية، لأنه غير كيخربق يخربق بنادم ويدوخ بنادم بلا فايدة، وشي سحر ما عنده غير كذاب. ويأكل رزقهم من السحت والكذب. أما الساحر فأخطر وأدنى وأسفل، لأنه يأكل رزقه بسبب الكفر، ماشي غير الكذب والسحت، لا الكفر في خطرة، كيجيب فلوسه من جهنم، كيمشي يجيبه يدخل جهنم ويجيب من تما فلوسه، هذا هو الساحر. لأن السحر تشغيل إبليس، كتخدم الشيطان، هذا هو السحر، كتخدم إبليس. إبليس ما كيديرش الفابور، ما خدمش بالمجان، هذا غلط اللي كيتسنى زعما الشيطان يأدوا له شي خدمه، فوقاش عمرو أدى لشي واحد. الشيطان لا يشتغل إلا بمقابل، خصك تخلصه، ولا يرضى إلا بأجرتين معلومة، وهي أن يكفر ابن آدم. يقول لك باغي السحر مزيان ما كاين مشكل، ها هو ولكن كفر، هذا شرطه الأول، وبه تنعقد عقدته. كاين دراسات علمية الآن، أقول علمية يعني قائمة فعلا على المنهج التجريبي والإحصاءات والاستبيانات، دراسة موجودة مطبوعة كاينة في السوق أظن، يعني على كل حال أنا عندي، دار واحد الباحث إنجليزي وترجم الكتاب ديالو، ترجم واحد لبناني للعربية، دار دراسة معاصرة في السحر، ودارها على مجالزة وعلى يعني علماء السحر عالميين بالضبط. سبحان الله، عندك شيء اللي حكى القرآن الكريم نفسه، واللي ثبت في السنة النبوية نفسه، سبحان الله العظيم، أشياء عجيبة جدا، لأنه وصل حتى هو لهذه الحقيقة، أن هؤلاء يتعاقدون مع الشيطان، يتعاقدون مع الشيطان، وما يمكن لهم يتعاقدوا مع الشيطان حتى يكون هاك وراء الإيجاب والقبول. العقد حينما يكون بين اثنين كتكون الصيغة، هذه الصيغة هي أن الإنسان يقوم بعبادة الشيطان على أن الشيطان يؤدي خدمات لهذا الإنسان، عبادة يؤديها الإنسان للشيطان تساوي الكفر الصريحة العملي بالله الواحد القهار، يعني عقيدة وعملا كفر بالله عز وجل. ما يمكنش للساحر يقوم للسحر ديالو إلا إذا كان كافرا، ولذلك عندهم واحد العداد ديال الطقوس، عداد ديال الأعمال يقومون فيها بإيذاء كتاب الله جل وعلا وبسب الله جل وعلا وسب الرسول والأنبياء وقلب المعاني والمباني ديال القرآن الكريم، وتشغيل الخير في الشر، وتشغيل الشر في الشر، وخلط الحق بالباطل والباطل بالحق، يعني وإنكار النعمة، أشياء رهيبة جدا، ويدخلوا في خلوات من العبادات الشيطانية. حينما يطردون من رحمة الله، تتوقع لهم اللعنة فعلا، يغضب الله عليهم ويطردهم من رحمته ويلعنهم كما وقع الإبليس، ثم الشيطان يتهيأ. نحن مسلمون كنأمنوا بأن الشيطان والشياطين كيشوفونا وحنا ما كنشوفوهم شيء. إنه يراكم، هذا القرآن، إنهم يراكم هو وقبيله، يعني الجنس دياله قبيلته، يعني من هو على شاكلته، يعني الجن كلهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك سمي الجن جنا لأنهم ما كيبانوش، خلق من خلق الله في طبيعة خلقية خاصة، خلقهم من مارج من نار، ربي دارهم بواحد الهيئة يعني لا قدرة للعين البشرية أن تكتشف أو أن ترصد أجسام الشياطين، لكن الشياطين غير مسلطة على بني آدم قهرا، وهذا سنأتي عليه بحول الله، إما في هذه الحصة أو في حصة مقبلة إن شاء الله عز وجل. ما يتوهمش واحد أنه واخا الشيطان زعما راه ما كنشوفوش، يجي أنت غادي في الطريق ويجي يطيحك ولا يدير شي حاجة، أبدا. الذي يتوهم وهذا ويتصوره راه عنده عقل خرافي في مخه، لا قدرة للشيطان على هذا إطلاقا إطلاقا.
إطلاقا، ما عندوش هذه القدرة هذه. ربي ما أعطاش هذه القدرة، رغم أنك أنت لا ترى وهو يراك، فلا قدرة له من ناحية المادية أنه يدير لك شي حاجة يعني بشكل مادي، يدفعك يطيحك يجرحك، لا قدرة له على هذا. وإلا غادي يكون الكون فيه العبث، بقى غادي بنادم تشوفه طير في الهواء، هذا لا وجود له إلا في خيال المرضى. شي واحد راه عنده مرض معين كيبدا يتهيئ له راه هو طير في السماء ولا ولادو طايرين في السماء، هذاك مريض خصو يتعالج. أما في الواقع لا شيء من ذلك يحدث أبدا أبدا. فإذا السحر قلت أساسه أنه كفر بالله جل وعلا، والساحر يكون كافرا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فالشياطين هم اللي كفروا. قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. المفسرون اختلفوا ها هنا، وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطبري هذا رحمه الله، يعني كان اللي قالوا ودي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قالوا على عهد ملك سليمان أو في عهدي، في عهدي ملك سليمان، داك الشيء اللي كانت كدير الشياطين في الزمان ديال سيدنا سليمان. وكاين تفسير آخر وهو أصح بإذن الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يؤيدوا سبب النزول. الإنسان ما خصوش يغفل سبب النزول، يعني الشياطين كتقول للناس بأن سليمان راه كان عنده ديك المخرقات وديك العجائب بالسحر، وهل أسرار ديالو هذاك خاتم سيدنا سليمان دوك الخريف كيجيبوها الشياطين للناس يقولوا لهم يا ودي سليمان كان له وكان له بسبب هذه الصناعة، كيعطيهم السحر كذبوا عليه. الدال على ذلك كما ذكرت سبب النزول أنا ذكرته قبل قليل، لما قالوا اليهود ألا تعجبون إلى محمد يذكروا سليمان من الأنبياء، والله ما كان نبيا إنما كان ساحرا. ثم قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذيك عبارة ديال على فيها نوع من الاستعلاء وفيها نوع من التمكن، زعما واحد الحاجة كتشدها وكتوجهها انت وكتعطيها واحد الصورة اللي بغيت انت تتلو عليه الشيء، اما انك تتلوه بحق او بباطل، كما في حديثي ومن كذب علي على ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشروط اللغوية أساسية لفهم كتاب الله، لا يفهم القرآن بعيدا عن لغة العرب لأنه بها نزل. فإذا انت تفتأت على الله وتكذب على الله وتدعي أن كذا هو كذا وليس كذلك، فهم إذن يفسرون ويشرحون للناس، يعني الشياطين يشرحون للناس أن عجائب ملك سليمان كانت بالسحر، وهذا هو اللي كيتمشى مع السياق القرآني اللغوي. قال لهم الله تعالى لا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، جايبين خدمة أخرى ماشي الخدمة ديال سليمان. أما سليمان فلم يكن ساحرا لأنه لم يكن كافرا، وما كفر سليمان، وإنما الشياطين هم الذين كانوا يعلمون الناس السحر ولأنهم كفروا، ولكن الشياطين كفروا. علاش كفروا يعلمون الناس السحر؟ مازال رجعوا لهذه الآية، ولكن نصفوا الحساب مع الملائكة. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقد سمعت هذا من بعض الناس يظن أن الملائكة كانت تعلمون الناس السحر، لا دليل على هذا من كتاب الله وسنة رسول الله أبدا، ولا يتصور عقلا وشرعا الملائكة تعلم الناس السحر. قال لك لا حق هذه الملائكة داروا شي خطيئة وربي عدبهم في الدنيا وعلقهم نهدبهم السماء وشي خرايف ما أنزل الله بهم سلطان. هذه إسرائيليات، بعض كتب التفسير فيها الخرافة اللي أعطى الله، وهذا بعض كتب التفسير فيها خرافات، ماشي كلها التفاسير صافية. تفاسير صافية معروفة، خذ مثلا ابن كثير رحمه الله، الطبري أيضا كان يروي بالسند ديالو، لكن كثير من التفاسير فيها الخريف. كتفسير القرطبي مثلا رحمة الله عليه، الجامع لأحكام القرآن في الفقه على الرأس والعين، الفقه يعني الأحكام الشرعية التكليفية في كتاب الجامع، جامع أحكام القرآن القرطبي ممتاز، لكن في القصص كثير ديال الخريف عنده تما، مش هو غير حكاية على فلان وفلان، يعني أسانيد
تصل الى بني اسرائيل صافي انت ملي كتكون اسرائيليه جايبين ناس من التوراه اغلبه الان اكاذيب. في زمان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كانت في كثير من الاكاذيب، لا التوراه ولا الانجيل، كله محرف. لما وصل القول الله عز وجل قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارين، قوم جبارين قال في تفسير هم العمالقه، وكانوا قوم عناق بن عواج او عواج بن عناق او الاستؤدري، وكان قال لك الملك ديالهم كيغطس كي هذا الشيء كاين في كتب التفسير، كيدخل البحر والبحر كيوصل له للكعبه ديال رجله، وكيشد الحوته بيدو وشويه في الشمس شويه كلها. وسيدنا ادم كاع ما كان هكا، اطول واحد خلق الله تعالى هو سيدنا ادم، اطول واحد خلق الله من البشريه هو سيدنا ادم. وكم كان طوله بالحديث الصحيح، حقيقه الامور الغيبيه من القصص ومن شبه ذلك لا يجوز لانسان ان ياخذها الا من القران الكريم الصريح او من الاحاديث الصحيحه. غير معقول، لان هذه ماشي العقل ما عندوش هذه القدره يبدا يتخيل ويجيب من عنده. لا يسع من الكتب اللي لعب بها بنادم بحال التوراه والانجيل، فين اللعب ديال بنادم؟ قول ديال سيدنا ادم بالحديث الصحيح 60 ذراعا 60 ذراع، ذراع تقريبا نص متر، يعني حوالي 30 متر فيه ديال الطول تقريبا، تزيد او تنقص قليلا 29 35، ماشي مشكل 40 متر وكاع 100 متر كيلومتر. واش هذا كيدير رجله قال لك في البحر ويشوي الحوته في السماء في الشمس؟ يعني ما شاء الله. فلذلك مع الاسف كثير من الناس كيقروا بحال هذا الشيء ويعتقدون ذلك، راه ما عندوش الحق يديروا في العقيده ديالو، يولي كيعتقد بالخرافه. فلما قال لك جا سيدنا موسى يقاتلوا قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم. أمروا بدخول القرية، لما ما بغوا شيء يعني دخلها المؤمنون الصالحون، والذين رفضوا رفضوا، قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، لكن مجلس مع طائفه من المؤمنين قالوا في هذه الخرافه موسى كانت فيه 10 اذرع، هذه تحتاج الى اثبات، كانت فيها 10 ديال الاذرع، وعصاه كان فيها 10 اذرع، وهذه بعد غير بـ بـ يعني بـ بـ بالقياس المنطقي العقلي الطبيعي لا تقبل باش هو فيه 10 الاذرع والعصا ديالو قدو قدها. علاش؟ لانه كان كيسرح بها الغنم. وما تلك بيمينك يا موسى، من هنا جات، قال هي عصاي اتوكأ عليها، وهي كيتوكا عليها تكون قدو قدها، ما يمكنش. اللغة القرآنية تقتضي انها اقل منه طولا باش يتوكا عليها، اتوكأ عليها وانشو بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى كيضرب بها، فلذلك خصها تكون عصا في المتناول وقادر يشدها. فإنما يفهم كتاب الله عز وجل بمقتضى لغة العرب وبالاحاديث النبويه الصحيحه وبالقواعد العلميه اللي معروفه في كتب التفسير. ان حقيقه هذا مخصة الصفة، لان بزاف ديال الناس عندهم مخرف، ومع الاسف مع الاسف بعض الاحيان حتى من بعض اهل العلم وبعض يعني بعض المثقفين. انا كنت تعجب سبحان الله العظيم انه الانسان يعني كيكون عنده قابليه باش تدخل الخرافه في مخه. يعني هذه الامور اللي فيها غيب ما تشدها الا بالدليل القوي الصحيح او القاطع حتى تاخذها وتامن بها. والا راه بنادم غادي يعمل راسه بالخرافات ويتصب بالوسواس. هذا هو المرض اللي كيوصل في نهايه المطاف، لانه كثير من الناس وشفت الناس زمان اللي عجب والله الا عجب، يعني المستويات ديالهم العلميه والاجتماعيه تعجب ليها، وعنده هذه الوساوس هذه بسبب انه عنده خرافات في مخه، لانه راه الجنون غادي يديروا له والشياطين يديروا له والتوسوس مثله لا يقع له. هذا ما خصوش يوقع له بحال هذاك العقل وبحال ديك الفهمه، ما خصوش يوقع له هذا الشيء. هذا منين يجي؟ لو كان ما كانش عنده القابليه للخرافه. اللي ما عندوش قابليه للخرافه ما عندوش الوسواس منين يدخل له ولا منين يجي، يعني الوسواس المرضي القهري. اما الوسواس العام اللي كيجي للناس كاملين راه كيجي للناس كاملين، والمهم راه كيطردوا بالاستعاده ويزيد مع الطريق. فقالوا بانه موسى كانت فيه 10 اذرع وعصى 10 اذرع وجا كيجري ونقص في السماء 10 اذرع، يا ولاد 30 ذراع 10 في 10 في ديك تنقص هذه السماء 10، فضربه فاصاب اسفل كعبه، يلا وصلوا تحت ديال الكعب ديالو وصل لهذا العملاق. فلما مات جعلته بنو اسرائيل قنطره فوق النيل، داروا قنطره في النيل تمر عليه خيولهم وعربتهم كذا وكذا سنه.
فلذلك بحال هذه الأمور هذه ما ينبغي للمؤمن الحصيف والمؤمن في الحديث كيس فاطن في النباهة. هذه الأشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها الشرع قبل ذلك وبعد ذلك، والقرآن جل ما للعقول لأولي الألباب. فنعود إذن إلى ما نحن فيه، يجب غربالة كتب التفسير وغيرها من الحقائق الباطلة. ما تأخذش أي حاجة الملائكة قال لك داروا وزنوا سبحان الله، هذا لا يصح، خص دليل، ولا دليل على هذا من الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا قال لك يعلمون السحر، لا أستطيع أن أنسب إلى الملائكة تعليم السحر، للشياطين صريح القرآن، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هل فعل منسوب مسند إلى الشياطين؟ لماذا كفروا؟ جد جملة تفسيرية كيقول لنا رب العالمين كفروا، علاش؟ علاش يعلمون الناس السحر؟ انتهى، فاعل ومفعول، بمعنى أن الشياطين يعلمون الناس السحر. قال وما أنزل على الملكين، منين جبت أن الذي أنزل على الملكين سحر؟ القرآن ما قالهاش، لم يقول الله عز وجل بأن الذي أنزل على الملكين سحر، ما ثبتش في القرآن ولا في السنة. التعبير القرآني واضح، وما أنزل على الملكين، فهذا الذي أنزل على الملكين ما هو؟ لا ندري، ما كاينش في القرآن، ما كاينش في السنة، وإنما جاء التعبير بما هاد ما في العربية الموصولية تدل على الجهالة، يعني شي حاجة ما نعرف، هذه سميتها ما نعرف، كقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ماشي ما لغير العاقل، هذه لا، لأنه ديك ما خلق يعني الأشياء المجهولة التي قد تضر ولا أعرفها من جن مثلا أو غيرهم، قد السحر الذي لا أعرفه مجهول، أشياء تدل على الجهل، ما يكون عاقل ولا ماشي عاقل ما كيهمش، اللي كيهم أنه شرون ولكن لا أعرفه، ما دل على الجهل، ماشي ما الأخرى لغير العاقل ومن للعاقل، لا ما عندهش علاقة بها. وما بحال هذه النيت، وما أنزل على الملكين، ما دل على الجهالة، ما ندري ماذا أنزل على الملكين. القواعد العربية تثبت أنه القرآن ربي تعالى نزل لنا عربي ومأمورين باش نفهموه على مقتضى اللسان العربي، كتبت بأن العطف يدل على مغايرة المعطوف على المعطوف عليه، معنى هذا الكلام يعني خص يكون هذاك ما أنزل على الملكين ماشي سحر، اش هو؟ لا ندري، الله تعالى ما قالوا لناش وما ماشي واجب علينا نعرفوا اشنو هو، فلحكمة يعلمها سبحانه هو اخفاه عنا، لكن عندنا القاعدة كتقول لنا راه ماشي سحر، والذي يزعم انه سحر عليه ان يثبت ذلك، لكن هو ماشي سحر، باش ماشي هو سحر بالعطف، العطف يدل على المغايرة، ما يمكنش تقول لي جاء أحمد وأحمد، هذا كلام لا يصح إلا إذا كان هذا أحمد جوج الناس، إذا جوج الناس مختلفين، أما جئت أنا وجئت وأنا هذا كلام ليس بعربي، هذه مش عربية، هذا ليس بكلام، لأن العرب قالوا كلامنا لفظ مفيد، هذا ما فيه فائدة، جئت أنا وأنا أكلت الخبزة والخبزة، لا تقول أكلت الخبزة وخصك تجيب حاجة أخرى، المغايرة والتفاح مثلا، أكلت الموزة والتفاح، أما أكلت الموزة والموزة ليس بكلام عربي. ولذلك حينما قال يعلمون الناس السحر، ها واحد صرح به و يعني حاجة أخرى ماشي سحر، و ليس بالسحر ما بعده، وما أنزل على الملكين أش هو؟ لا ندري، هو كيهم شيء أننا نعرفه، لأن الله تعالى ما خبع علينا إلا لأنه ماشي مفيد لنا نعرفه، ما أخفاه الله جل وعلا، إنما هو لحكمة أن علمه لا ينفعنا وربما يضرنا، لا أسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، هذه دخلة في هذه، لا يجوز أن ينسب إلى الملائكة تعليم السحر إلا بدليل. طيب شحال واحد يقول وكيفاش هذا يفرقون به بين المرء وزوجه، ولأن الآيات كتخلع كتقول لك دير هذاك الشيء ماشي مزيان. طيب أنتبعوا العربية ديال القرآن الكريم آية، وما أنزل على الملكين ببابل، بابل منطقة معروفة في العراق أو نواحي العراق، هاروت وماروت سميات ديال الملائكة، هاروت وماروت جوج ديال الملائكة،
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، إذن الملائكة مش الشياطين بجوج، التعبير واضح، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيمكن يجي عود واحد لهم آخر، إذن مني كيقولوا له ودي إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذن كيعلموا الكفر. لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، القرآن واضح جدا. أولا انتبهوا أنه القرآن الكريم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، الملائكة ما قالش كفرها، فلم يصرح بنسبة الكفر إلى الملائكة، وما قال إن الملائكة تعلم الناس الكفر، ما كاينش. يا الله كاين، إنما نحن فتنة، الفتنة قد يكون الخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، القرآن واضح أيضا، قد يكون الخير فتنة، شحال واحد ربي يرزقه الفلوس وفتنة وتلف فكفر بماله، كاين اللي رزقه ربي الصحة والعافية هيك هذه نعمة وكفر بها. كلا إن الإنسان لا يطغى، أراه واستغنى، استغني بقوته البدنية أو بجاهه المادي أو بجاهه السلطاني أو غير ذلك، عجبه راسه هو مشى، هو دخل الطغيان. فقد يكون الكفر فتنة، إنما نحن فتنة. طيب، فلا تكفر أنت، ماشي إحنا، فعندك تمشي هذا الخير، هذا الخير تخدمه في الشر فتكون بذلك كافرا تماما. كالذي يستعمل كتاب الله القرآن يك هو خير ورأس الخير وكل الخير، يستعمله في الشر هو كاينين، ويكفر بتوظيف القرآن في غير محله. فإذا هذا الخير اللي عند الملائكة قد يكون أسرارا ملكوتية، شيء أسرار من ملك الله الملكوت ديالو، أسرار يمكن تكون فيها مغربات وعجائب ويعني تأثير في الحقائق، ماشي بالسحر لكن بعلم من علم الله، وعلم الله كيعطيه الأولياء والعباد من الأشياء العجيبة. وما قصة الخضر مع سيدنا موسى عن النبي بعيد، ياك هالخضر كان عنده من علم الله غرائب وعجائب، فممكن داك الشيء الإنسان يتعطلوا بدل ما يضفوا في الحق يضفوا في التدجيل، التدجيل على الناس، ويزعم أنه كيدير وكيدير كيدير ويخلع الناس ويوصل لأشياء يعني أنه يشد الفلوس عند الناس، يفتن عباد الله، يفرق بين المرء وزوجيه، يأثر على النفسية ديال عباد الله ويقلب له الفهمة دياله، يقلب له النفسية دياله، يأثر له على المزاج دياله، كل ذلك ممكن، لأن ربي تعالى عنده سبحانه من القدرة ما لا يعني طاقة للبشر على أن يتصوره. إنما نحن فتنة فلا تكفر، عندك توظف هذه الأسرار في الشر. قال دابا غادي يرجع لبنادم، فيتعلمون السحرة ماشي الملائكة، منهما ما يفرقون، ماشي هما، ماشي ما يفرقاني، ما يفرقون ومن يخدمهم في الشر، ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين، أي الشياطين والسحرة والفتنون، به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم تعلموه لقصد الشر، ولو تعلموه لقصد الخير لربما نفعهم، لكن القرآن ما صرح هذا ولا بذاك، وإنما صرح بأن تعلمهم لذلك الأمر يضرهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اللي مشى وخدم داك الشيء في الشر وشرى الدنيا بالآخرة، شرى الدنيا بالآخرة لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق الحظ والنصيب، ماشي الأخلاق يعني، ماشي الأخلاق، الخلاق يعني النصيب الحظ، ما عنده حظ ما عنده نصيب ما عنده موضع في الآخرة أي في الجنة، انتهى. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، انتهى السياق وبدأ كلام أخر من كتاب الله جل وعلا. افتضح بتتبع القرآن في هذه الآيات آية 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 أن السحر كفر ولا ينسب إلى الله جل وعلا سبحانه، هو من أسماء الحسنى المؤمن، ولا ينسب إلى الملائكة حاشاهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ومن خصائص الملائكة العصمة، ولم يصرح القرآن، ما كيش تصرح، لماذا نثبت للقرآن ما لم يثبته القرآن لنفسه؟ باب التفسير
خصو الأدلة، خصو الأدلة، لا أدلة نصية من السنة ولا أدلة لغوية تسوق هذا السياق. ولذلك كيبقى السحر خصو يتحصر، السحر محصور الآن في دائرة الشيطان ودائرة الشياطين من السحرة، ثم بقى فهو في بؤرة الكفر لا يخرج عنه ولا منه. السحر كفر يعلمه الشيطان للسحرة فيكفرون به، وهذا اللي كينطابق مع الحقيقة الشرعية ومع الحقيقة اللغوية ومع الحقيقة التاريخية. يعني لما كتشوف أحوال السحرة الحقيقيين فعلا كفرة، كفرة، لأنه يعني عياذ بالله كيديروا شي جرائم في الدين وشي حقائق غريبة جدا تقشعر منها جلود المؤمن. بل الإنسان السوي العادي يسمع ديك الغرائب والعجائب اللي كيديروا الشياطين من الصحراء والشذوذات بمختلف أشكال الشذوذ، عقلا وعادة وإنسانية لا طاقة للعقل السوي والذوق السليم على استحضاره ولا بالخيال. يصاب الإنسان بالغثيان لما يبقى يتصور الأفعال ديال الصحراء فيما بينهم. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صريح، من أتعرافا، حديث صحيح، من أتعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. مشى شي واحد العراف، عراف ساحر، السحر صناعات فيه الكهانة والعرافة أشكال السحر، تمشي لعند ساحر وتصدقه فقد كفرت، سكت عاود توب الله عز وجل بتجديد دينك وإسلامك. أما اللي مشى له ما صدقوش غير مشى يتفرج ولا يجربوا، من أتعرافا ولم يصدقه بطلت صلاته 40 ليلة، 40 ليلة يعني 24 ساعة، ليلة بنهارها ما عندك صلاة، شهر وعشر أيام أتخرم لك من الحساب ديال الصلوات ديالك يوم القيامة حينما تسأل عن الصلاة، وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة صلاته، يقول لك 40 يوم جيبها ما عندكش، نسأل الله العافية، من غيجيبها الإنسان؟ فلذلك لا ينبغي يقصد الساحري، عرفت علاش؟ واخا تقول غادي غادي نجربه غادي، ما تعمرلوش السوق، هذا معناته ما ديرلو شيء، الحلقه تكبر له حلقته، خليه قاعد بوحده، خلي الشيطان بوحده، لانه شيطان. فلذلك ان صدقته راها يعني تلك ام الكبائر، هو الشرك والكفر عينه. علاش؟ لانه اولا الساحر من اللي يبغي يخدم هو بعدا راه كافر، راه دواز التكوين ديالو في الصناعه فتخرج كافرا ماردا، دوز الخدمه ديالو هو حتى تخرج كافر. من اللي كي يعني يكفر فعلا وتبقى المخرقات السحريه تظهر على يديه بعد ذلك، الشيطان لعنه الله يعني يخدم الساحر، وبنادم كيتوهم كيسحب له هو كيخدم الجنون، العكس الجنون يخدموه، الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح، الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح، بمعنى انه الشيطان ماشي عبد ديال الساحر ابدا، الساحر هو اللي عبد ديال الشيطان. انا ما هدي لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. الساحر اذا ملي كيكفر بالله وكيعبد الشيطان كيتفاهم مع ابليس ومازال كيزيد يخدمه، يعني الشيطان يخدم داك الساحر. من اللي عاود يحتاجه ويعيط له كيقول له ماشي غير تعيط لي، وكان لا دير الصلاه صلي باش نجي، كيصلي ليه هو صلاته ابليس. كيف يصلي الساحر للشيطان؟ ماشي غير والعياذ بالله راه كيبدا يمجد في ابليس، حاشاه ان يكون ممجدا، بل هو خسيء مذلول، كيبدا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي والانبياء عليهم الصلاه والسلام ويكفر بنعمه الله، تلك صلوات الصحاره هكا دايره. عاد يجي الشيطان وراه متفاهمين، متفاهمين بحال مالين الربا، بحال مال الربا ديما يزيد عليه، ديما يزيد عليه في الخلا، عاد يجيه. اذا انت ملي مشيت للساحر وخدمته عرفت اش درت؟ راك تسببت في كفرين فوق كفرين، ظلمات بعضها فوق بعض. ها واحد اثنين، انك دخلت في اللعبه، يعني دخلت في اللعبه الكفريه، راك جزء من الصلوات ديال الكافر، لان عاود هذا الساحر بإيحاء من الشيطان،
الشيطان كيقول للساحر صلي صلي ليه هو الإبليس ها واحد وقول لهذاك اللي جايك راه غادي يدخلك ما يمكنش ما يدخلك الشيطان ما يخدملكش حتى يخدم الساحر ديالك ويخدمك انت عاود معاه يقول لك واجب دجاجة كحلة سيد بحاف الموضع الفلاني يقول لك كذا وكذا 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 الوريقه وصير حقها له الى اخره لابد كيدخلك في الشبكه ديال عبادات الشيطان حتى انت وانت عندك اعتقاد بان ذلك سينتج لك فعلا وقد عبدت الشيطان علمت او لم تعلم عبدت الشيطان من اتى عرافا فصدق وبما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام صدق رسول الله لان هذه الحقيقه الواقعيه كدير الواقع النيت والبحث العلمي فعلا يثبت هذا داروا النصارى مش غير المسلمين النصارى داروا البحث العلمي يثبت هذا والى عهد قريب في التاريخ المعاصر كانت اوروبا وامريكا ايضا اللي كيقبطوا الساحر كانوا كيحرقوها معروف يعني تاريخ الديانات والصراع بين الكهنوت المسيحي والسحري كان الساحر لا تشد كيتحرقوا هذه هي الدعوه باش كانوا يعني عاقبوا هذوك العلماء كوبرنيك ويعني الناس ديال كيسميو عصور الانوار والاكتشافات العلميه كانت الكنيسه كتدعي بان هادو سحاره فباش كيعاقبوهم كيعاقبوهم بعقوبه الساحر الحرق والتقتيل طبعا يعني هي الكنيسه براسها تلفه فما كتخلط بين السحر والحق ما بقوا كيعرفوا بين هذه وهذه ولهذا اذن السحر جريمه كبرى ولا يفلح الساحر حيث أتى ما عمره ما ينتج ما عمره ما يدير شي طيلة الساحر لا لنفسه ولا لغيره لا لنفسه ولا لغيره سبحان الله العظيم وذلك راه صعيب فعلا حقيقة تهديك البرامج التلفازية اللي فيها بعض السحرة أو العرافين لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقصدها بالمشاهدة بعض القنوات الفضائية اللي كتبت اعمال بعض الصحراء او العرافين كيقولوا ما كيعرفوا كيشوفوا قراوا الكف ويقراوا ما عرف شنو هذا كله لا يجوز للمؤمن ما تكثرش الحفله ديالو ما تكثرش الكليان ديالو لا يجوز واخطار عديده في داك الشيء بنادم اللي كيشوفوا في دارو بعدا وحده الاطفال ديالو والزوجه ديالو كيدمر العقليه ديال الابناء ديالو ويركب فيهم الفوبيا من الصغر يمرضهم نفسيا من الصغر ديالهم واللي يخافوا من والو من لا شيء فراه الفوائد ديال عدم مشاهده هذه الاشياء المنهي عنها شرعا كبيره جدا والمخاطر ديال مشاهده هذه الاشياء كبيره جدا ولذلك حتى لو كانت شي صحيفه متخصصه في هذا الشيء راه حرام على المؤمن يشريها ثمنها سحت كنقول صحيفه متخصصه في هذا الشيء هذا ديال السحر وديال العرافه والكهنوت لا يجوز للمؤمن انه يبدل الدنيا بالاخره فلذلك اذا انسان كيقلب على شي قناه كذا وقع فيها هكذا سواء خطا داز في الطريق راه داز في الطريق اما باش يجلس يبدا يشوف فيها فهذا خطر عظيم صدقه او لم يصدقه ما عدا حاجه واحده كتعرف واحد الساحر في واحد المكان واحد العراف وغادي له تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر الا عندك هذا الرجل سير مزيان هذا عمل صالح ودعوه الى الله جيده أما حاجة أخرى كل ذلك باطل بين الأمرين اللذين ذكرتهما إذن بقات لنا تأثير السحر كيفاش كيأثر هذا إن شاء الله نذكره بإذن الله في حصة مقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم مع الأساس تقديم الآن أن راه التأثير ديالو محدود راه التأثير اللي عاطينو ليه الناس راه كله خريف التأثير الذي ذكره الله في كتابه وأصحى في سنة رسوله تأثير محدود جدا دائرة ديال السحر ضيقة جدا ومحكومة بالإرادة الإلهية من فوق ولذلك من كان على صلة بالله في عقيدته ومتانة دينه فلا يؤثر في هذا شيئا ويدخل في هذا البيان بيان حديث سحر رسول الله تسحر عليه الصلاة والسلام وهذا ليس بالصورة التي يتصورها الناس وإنما هو ضرب من تخيل لا أقل ولا أكثر صح بذلك القرآن صريحا وصح بذلك الحديث المروي في البخاري أيضا صريحا أما أنه يعني بلاد كيوقع له قهر أنه كان في البلاد الفلانية وجابوه بالسيف ووقع له هذا الشيء لا يقع أبدا لا يقع والحجرة رضى حمامة وكذا إلى آخره رضى حمامة في خيالك أما في الواقع رأى الحجرة بقى حجرة ما تحولاتش
لو انك حكيت عليك مزيان وذكرت الله مزيان غتبقى ديك الحجره حجره والساحر يبدا يوهم ويبدا يسحب له راه دار لك شي حاجه وانت كتشوف الحجره. فلذلك الحقائق لا تتغير والسحر لا يغير الحقائق. السين والحاء والراء في العربيه المعنى دياله اصلا هو واحد النوع ديال التخيل والتغيير بواحد الصوره غير مفهومه غير مفهومه. رحم الله ابا حميد الغزالي. الغزالي له ايجابيات وله ما له طبعا معروف يعني الغزالي كيقول واحد الكلمه عجيبه كيقول بانه لو ان ساحرا قلب العصا حيه العصا قلبها لحيه وشفتها ولات حيه قال لك ما صدقته ما صدقته ان العصا انقلبت حيه. كنقول ودي هذه العصا عصا غير ما نعجب كيفاش انا وليت نشوفها حيه اما العصا غير عصا وهذا هو الحق فعلا. فاذا سحرت اي العينين ديالك تسحروا تسحروا اعين الناس واسترهبوهم في الايه الاخرى يخيل اليه يخيل اليه من سحرهم انها تسعى وهي لا تسعى. هذا معنى العربيه اللي في القران راه غير كيبان له هو كتمشي وهي راه ما كتمشيش اشد مضعه الحبل جالس في الارض والعصا مجبده في الارض ولكن هو كيبان له الحركه والحركه ما كايناش. في واقع الامر لا حركه لا سعي للعصا ولا للحبل وانما في دماغه وخياله. علاش؟ لانه تاثر هو بالاعمال السحريه ديالو. فلذلك هذه الحدود العامه ديال السحر بيانه كيف ان شاء الله ياتي تفصيله باذن الله ان شاء الله الرحمن الرحيم في حصه مقبله باذن الله عز وجل.